جاسم كرم يتواجد في الوقت المناسب. كان جاهز أيضا محمد عبد الهادي اللي لعبه على طول. والمحاولة مرة أخرى محمد عبد الهادي يهدي لفحيحيل بهدف أول. محمد عبد الهادي اللي تكلمت وانه ظاهر العدواني يعرفه تماما لما كان يلعب بنادي النصر، مهاجم خطير ومهاجم متى ما عطى نفسه صح وأدى دوره، والهدف الأول لنادي الفحيحيل في أول 4 دقائق. في شوف 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 الكرة، شوف الكرة وشوف التمركز الحقيقي للاعب، شوف شوف، يا سلام من بين المدافعين، برافو برافو محمد عبد الهادي في أول 4 دقائق. رأسية رأسية محمد عبد الهادي يهدي فعلا الفحيل بأول أهدافه ويعطي ثقة أكثر، واللاعب أيضا هو مهاري وعنده القدرة على التسجيل وفعلا يسجل أول أهداف. ما بين العتاب يبدأ الآن ما بين أحمد عليان وأيضا ما بين أرون وجاسم كرم، ما بين أرون وجاسم كرم.